تلقينا الخبر يوم الاثنين وتلقينا حتى في يعني في التلفزه المغربيه على الجريده الرسميه، وكان هذا خبر صراحه مفرح بالنسبه لنا، واخا رغم ان تعطاتنا واحد 50% ديال العمل ديال واحد 50%، ظل واحد الشروط اللي هي احتجازيه ديال المسائل ديال التعقيم ديال التباعد ديال ليميتراج ما بين المنخرطين في الجمعيه، ولكن هذا الحمد لله يعني كانت بشرة خير بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، لأن هي كانت هي الأخير من الدار البيضاء والمحمدية. الشروط اللي فرضوا علينا هو على حسب الميتراج، يعني كيكون على حسب الميتراج ديال الجمعية اللي عندك أو النادي، وكيعطوك واحد العدد، يعني مثلا تقريبا النادي عندي أنا تقريبا واحد 180 متر، يعني تقريبا واحد 15 في الساعة، كيحاول يعطوك واحد 15 في الساعة، ويكون واحد التباعد ديال ان متر او واحد ان متر ادمي ما بين منخرط ومنخرط، ويكون بالتعقيم ديالو ويكون بالكمامة ديالو ويكون بالمسائل اللي هي وقائية. الخسائر تكبدت على جميع الأندية، لا الأندية الخاصة ولا الأندية الشعبية، بحكم أنني رئيس فيدرالية وطنية للقاعات الرياضية، كنتلقى من العديد ديال الأندية أنها صارت تبيع الأجهزة ديالها، يعني أغلب الأندية أنها طلقت على تراكم صومة الكراء والماء والكهرباء، وكاين الأندية اللي باعت الأجهزة ديالها باش تعيش بها، تيجي تيشوف تلقى راسو باع كل شيء. يعني التعويضات تعطات الأندية الخاصة، يعني المدربين اللي هما عندهم الضمان الاجتماعي، وكاين أغلبية المدربين في الجمعيات، يعني تقريبا واحد 80% راه كلها كتشتغل في الجمعية، والجمعية أنها كتسمى جمعية تطوعية، يعني ما عندهاش واحد التعويضات. وبالنسبه للانديه الخاصه والمدربين اللي هما ديكلاري في لاسونيسيس، يعني تعطاتهم واحد التعويضات ديال واحد القسمه ديال واحد 2000 درهم على كل شهر، يعني هذه لمده 5 شهور اللي هي كانت الانديه كلها محبوسه فيها. حاليا حنا مازال ما تلقينا حتى بشي توقيت، دابا حاليا رمضان الاخوان الاغلبيه الاشخاص المنخرطين، يعني التدريب ديالها كتكون من 4 حتى 7 تقريبا، يعني كاين اللي كيجي مع 4، كاين اللي كيجي مع 5، كاين اللي كيجي مع ديك 6 7، كتبقى واحد الساعه المغرب عاد كيجي يتمرنوا، وكاين اللي كيكون مورا الافطار. يعني هذا العام هذا باقي حتى المنخرطين يعني اللي في الانديات يعني باقي ما كيأديوش، ما كيجيوش يتسجلوا، يعني باقي متخوفين، يعني تيقول لك ربما نتلقاو واحد الخبر ديال الاغلاق، وربما نعملوا اشتراك ديالنا وما يكونش عندنا توقيت بالليل. يعني حاليا باقي التوتر عندنا في صراحه في الموضوع هذا.